السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعضاء وزوار قناة أسعار السيارات باليوتيوب. راح نكمل لكم اليوم الجزء الثالث من تغطية التوكيلات العالمية. تم التصوير بتاريخ 24/11/1437، وتنبيه يا شباب الأسعار ممكن تتغير بأي يوم. الجزء الأول كان إمبالا، والحين راح نعطيكم الماليبو. هذه سعرها ب65 بعد خصم، اللي هي LT، وفيه LTZ1 ب79، وفيه LTZ2 ب85 ألف، وفيه LTZ2 6 سلندر سعره ب99 ألف ريال. خلوكم معنا عشان نعرض لكم تفاصيل السيارة. أربع سلندر، قوة الأحصنة 170، الجير 6 نمر، الجنط 17، وعندك 4 إرباقات. هنا عندك التخشيب وشاشة وأزرار تحكم المكيف، مفتاح مو بصمة. وعندك هنا مخمر مراجل، مخمر وطرف جلد، بالنص مخمر وبالاطراف جلد. رباقات أمامية وجانبية. أربع سلندر. أزرار تحكم الدركسون، مثبت السرعة. هنا تحكم بالشاشة. مفتاح طبعا، هذه الشاشة.